يعني كعادة النادي الأهلي في كل البطولات هو النادي الأكثر تتويجا بيها طبعا، وبطولة السوبر اتلعبت في الإمارات أكثر من مرة، واتلعبت بشكلها اللي هتتلعب بيه بكرة ده مع أندية منافسة كتير. المصري لعب والزمالك لعب، في أندية كتير لعبت في الإمارات السوبر، وكعادة النادي الأهلي بيبقى ليه الحظ الأوفر. تعالوا بقى نشوف خبر تهنئة النادي الأهلي المصري لنادي أهلي جدة السعودي بعد صعوده. أهلي جدة بيعمل ملحمة كبيرة وبيصعد تاني للدوري السعودي الممتاز بعد هبوط الموسم الماضي مع المدرب الجنوب أفريقي مدرب النادي الأهلي السابق طبعا بيتسو موسيماني. النادي الأهلي وجه التهنئة لشقيقه نادي أهلي جدة، وكان نص التهنئة كالآتي: الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وجماهير النادي الأهلي يتقدمون بخالص التهنئة إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار. طبعا بنهني كجمهور النادي الأهلي كمان بيتسو موسيماني صاحب بطولتين أفريقيا، بطولتين من أغلى البطولات كمان بطولات أفريقيا. كل التوفيق لنادي أهلي جدة أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة، وكان غيابه مؤثر في الدوري السعودي.